تصغير 9 ناقص 3 ناقص 5 2 5 ناقص 2 ناقص 5 جواب 1 3 5 ناقص 3 2 ناقص 5 ناقص 2 جواب 1 8 ناقص 7 2 5 ناقص 9 8 جواب 8. شاركت في مسابقات محلية ومسابقات دولية. المسابقات المحلية شاركت في محافظة الموصل وفي بغداد وفي السليمانية. حصلت في محافظة الموصل على المركز الأول وفي بغداد أيضا على المركز الأول وفي السليمانية أيضا على المركز الأول. وأما في المسابقات الدولية شاركت في مسابقة فرنسا وحصلت فيها على مركز بطل الأبطال. شنو هي النوع المشاركة والمسابقة اللي أنت شاركت بها؟ الحساب الذهني؟ الحساب الذهني للسوربان التي يعني أقيمت المسابقات من قبل الاتحاد الدولي للسوربان. شاركت في 9 مسابقات من المسابقات العالمية والوطنية والمحلية. شاركت في المحلية مرتين، المرة الأولى حصلت فيها على مركز الثاني ولكن لم أستسلم وتدربت أكثر إلى أما أقيمت مسابقة أخرى وحصلت فيها على مركز بطل الأبطال وهو المركز الأعلى من المركز الأول. أما في الوطنية شاركت 3 مرات، المرة الأولى حصلت فيها على مركز بطل الأبطال، المرة الثانية أيضا حصلت فيها على مركز بطل الأبطال، المرة الثالثة حصلت فيها على مركز البطل. أما في الدولية فشاركت 3 مرات، المرة الأولى حصلت فيها على مركز الثاني ولكن لم أستسلم وتدربت أكثر إلى ما أقيمت مسابقة أخرى وحصلت فيها على مركز الأول. وفي المسابقة الأخرى أيضا أقيمت في جمهورية مصر التي قامتها جمهورية مصر حصلت فيها على مركز الأول. أما في العالمية فشاركت مرة واحدة حيث أقامتها فرنسا حصلت فيها على مركز بطل أبطال. تدربت في مركز عباقرة الصغار الحساب الذهني على يد المدربة الدولية الفاضلة الستهدين صبحي مردود وحصلت على مركز الأول في مسابقة الحساب الذهني على مستوى محافظة نينوى. وشاركت في مسابقة عباقرة الهيئة الدولية الحساب الذهني ورياضيات الفيدو مسابقة الموسم الثالث 2023 جمع طرح أحد بدون مكملات الفئة الثانية ولقد نلت لقب عبقرة العباقرة الرابع عالميا وحصلت على درجة 97%. وأخيرا شاركت بتاريخ 16/9/2023 بمسابقة السليمانية الذي شارك فيها جميع محافظات العراق وحصلت على مركز البطل. الشكر لله تعالى. شاركت بمسابقة العراق الذي أقامها الاتحاد الدولي للسوربان والرياضيات الذهنية في السليمانية ومشاركة أكثر من 300 متسابق من جميع محافظات العراق وتمكنت بفضل الله بالحصول على مركز بطل الأبطال سوبر شامبيون المستوى الأول. كما أشكر معلمتي الفاضلة المدربة الدولية المعتمدة الست هدية الصبحي مرود. شاركت في مسابقات عديدة منها مشاركتين في الموصل ومشاركة في بغداد ومشاركة في سليمانية ودولية التي أقيمت في مصر وأخرى في فرنسا. وحصلت في سليمانية على مركز البطل وفي الموصل على مركز الثاني وفي فرنسا حصلت على مركز البطل أبطال. حليت 100 مسألة في 7 دقائق.